شفتي شروق شحلاتها؟ وايد تهبل عقب ما سوت تفتيح بشره. يعني مو ذاك الزود، شايفه رقبتها شلون بقعه. والله انا عاجبتني، تدري شلون؟ بدق عليها اخذ منها رقم التليفون مال العياده اللي سوت فيها بشره، بسوي نفسها. سوري ماما انا اسمي انت شنو كلام؟ يا دواجد بولوس كالي. انا ميكاسن استقل داخل صالون، يسوي تفتيح مال بشره مو كالي. من صدقك؟ ويعرفون بعد يسوون بوتكس؟ وسلام لو عندهم جلسات تخسيس. يسوي كورسر بصالون؟ أنا كلم ماي كاسن يسوي كاسم حقك أو حق ماما. ديري بالك يا مريم، أنا ما بين كلامها. هو أنتي ما سمعتيها شو تقولك؟ تقولك بنت عمها، يعني أكيد لها بهالمجال، تعرفها، أكيد خبرة. أنا قلت لك اللي عندي وأنتي كيفك. تعالي أعطيني رقمها. لحظة، شو تسوين؟ المستحضرات غير المرخصة تحتوي على مادة الزرنيخ وغيرها من المواد الضارة وأكثر من النسب المسموح بها دولياً. احذروا المستحضرات المزيفة والمزورة. استشيروا أطباء الجلدية قبل استخدام مستحضرات تفتيح البشرة وتوحيد لونها. مع تحيات إدارة تفتيش الأدوية وزارة الصحة.